بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلا وسهلا بكم، وبرحب بكم معايا النهاردة في الحلقة رقم 16 من سلسلة فنيات الكاراتيه، وحلقة جديدة النهاردة بعنوان أهمية التوافق العضلي العصبي للاعبي الكاتا. من المعروف أن التوافق العضلي العصبي هو من المكونات الأساسية لأي نشاط رياضي، وبالنسبة للتعريف عندنا في الكاراتيه، إزاي اللاعب يدمج مجموعة حركات من اليدين مع الرجلين في اتجاه عكسي في زمن وأداء حركي سليم في زمن واحد دون أن يعني وتوقف في زمن واحد، الحركات بتتوقف في زمن واحد بدون أي تأخير وبدون اختلاف حركة عن أخرى. وده طبعا هقوم بشرحه بالتفصيل من خلال 14 موضع حركي في الكتات عندنا في الشوتوكان. والحركات اللي أنا هقوم بشرحها هشرح فيها بالبطيء، وهوصفها توصيف بأسماء الحركات على أساس يتم الفهم ونسلط الضوء عليها من خلال التركيز ومن خلال الأداء المتواصل ليها أثناء التدريب على الكات. ونيجي لموضوع حلقتنا النهاردة، وهو بعنوان أهمية التوافق العضلي العصبي للاعبي الكاتا. نقرأ مع بعض. النقطة الأولى: من المعروف أن التوافق العضلي العصبي من العناصر الأساسية للياقة البدنية ومن المكونات الرئيسية لأي نشاط رياضي، ويعرف بالحركات التي يستطيع اللاعب أداؤها ويقوم فيها بدمج مجموعات عضلية مختلفة من الجسم في اتجاهات مختلفة وبإيقاع حركي سليم وفي زمن واحد. ده التعريف لعملية التوافق العضلي العصبي، ومن هنا تأتي أهميته لنا في رياضة الكاراتيه وعلى وجه الخصوص للاعبي الكاتا. ولأن الكاتا، النقطة اللي بعد كده، ولأن الكاتا تحتوي على الفنيات ودرجات الصعوبة في أداء المهارات الحركية، وخصوصا الحركات البطيئة والتي تحتاج بالفعل إلى توافق عضلي عصبي لأدائها كما ينبغي، وكيفية التحكم في تحريك اليدين بأداء حركي معين، وتحريك القدمين أو الرجلين معا أيضا بأداء حركي معين في اتجاه عكسي وفي وقت واحد. طبعا ده بيكون بقى من خلال الأمثلة اللي أنا هضربها في حركات الكاتات وأديها بنفسي بعد كده، وزمن أداء واحد ثم التوقف معا بعد نهاية المدى الحركي لكل منهما دون أن يسبق أحدهما الآخر. النقطة اللي بعد كده: وتوجد عندنا بالكاتات الكثير من هذه المواضع الحركية البطيئة والتي نعرفها جميعا، مما يلزمنا التدريب الجيد على أداء هذه الحركات بطريقة صحيحة، وسنذكرها جميعا، وهي تحتاج لقدرات التوافق العامة والخاصة. النقطة اللي بعد كده: ولذلك يجب على المدرب تنمية هذه القدرات التوافقية العامة والخاصة عند اللاعب وبأساليب وطرق مختلفة، وهي تمرينات التوافق العامة وتمرينات التوافق الخاصة في عنوان، ويندرج تحتهم الكثير من التمرينات مثل التمرينات التي تيجي بقى للتوافق، تمرينات التوافق العامة وتمرينات التوافق الخاصة. ألف: تمرينات التوافق للجسم ككل. ب: تمرينات التوافق لليدين والرجلين مع العين والبصر. ج: تمرينات التوافق للأطراف مع بعضهما البعض. نستكمل الموضوع. النقطة اللي بعد كده: ويوجد من التمرينات السويدية والتي بها توافق الكثير، ويجب التركيز على أداء بعضا منها. عنوان: بالنسبة لتمرينات التوافق العامة: واحد، تمرينات اليدين مع الرجلين من كافة الأوضاع، الوقوف مع الجري، بالركوب، بالجلوس إلى آخره. نمرة 2، تمرينات للذراعين فقط مع البصر، النظر بالعينين ثم البدن. 3، تمرينات للرجلين فقط مع البصر، النظر بالعينين ثم البدن. تمرينات متنوعة، يعني من البعض تمرينات متنوعة توافق للجسم ككل.
أول واحدة، أول موضع مثل بداية الكاتا الخامسة وأداء هذه الحركات البطيئة وتكرارها والتي بها درجات صعوبة في أداء هي حركات مركبة ورجلين مع يدين يمين ويسار، سحب الرجلين مع اليدين كاجيزوكي. ده بالنسبة لموضع في الكاتا الخامسة. والنقطة اللي بعد كده في منتصف الباساي داي، حركة سحب الرجل اليسار للخلف والوقوف مع رفع اليد اليمنى لأعلى، جودان أوتشي أوكي واليد اليسار جيدان أوكي. الحركة اللي بعد كده اللي هي الحركة المميزة للكانكو داي، وسحب الرجل اليسار مع نزول اليد اليسار جيدان أوكي. النقطة اللي بعد كده الحركة المميزة للكانكو شو، وسحب الرجل اليسار مع نزول اليد اليسار جيدان أوكي. النقطة الأخيرة هنا في الصفحة الإمبي، الموضع بتاع الكاتا الإمبي، حركة رفع ودوران الرجل اليسار واليد اليسار وحركات الدفاعات الأخيرة تايشو أواسي أوكي. ده بالنسبة هنا المواضع دي، أنا قلت حوالي 14 أو 15 موضع، نستكمل باقي المواضع في الكاتات الصفحة اللي بعد كده. الموضع هنا الكاتا الهانجيتسو، الحركات البطيئة بداية الكاتا وهي أخذ الدفاع أوتشي أوكي مع حركات القدمين هانجيتسو داتشي على الحركة يعني، وحركات رفع الرجل اليسار والرجل اليمين بمنتصف ونهاية الكاتا. النقطة اللي بعد كده الكاتا جي تي، حركات بدايات الكاتا البطيئة، وضع بداية الكاتا والدفاعين شودان أوتش أوكي مع رجوع اليد اليسار للجانب كوتشي والنزول بوضع زينكوتسو داتشي، ثم الحركة التي بعدها بزاوية تايشو أواسي أوكي جيدان تايشو أواسي أوكي شودان زينكوتسو داتشي بالبطيء اليدين مع رجلين. طبعا انا هنا واصف الحركات من خلال الترجمه الفعليه لاسماء الحركات، وحركات رفع اليدين لاعلى ومسك العصا والوقوف على قدم واحد اشيداتشي. في الكاتا البصا شو، حركات نهايه الكاتا وتحريك اليدين مع الرجلين اثناء اداء حركه اشبراي ومسك اليدين شودان تسوكامي اوكي جيدان تسوكامي اوكي مع وضع نيكواشي داتشي. النقطة اللي بعد كده بالنسبة للكاتا نيجوشي هو، حركات بداية الكاتا وأخذ الدفاع أواسي أوكي دفاع الضاغط يعني. النقطة اللي بعد كده في الكاتا السوتشين، حركات بداية الكاتا وتحريك اليدين جيدان أوكي جودان أوكي جودان آجي أوكي مع النزول بالرجلين فودو داتشي في نفس التوقيت، ثم بعد ذلك حركة أخذ الدفاع شودان شوت أوكي مع وضع فودو داتشي اللي هي حركات نهاية الكاتا وسحب اليد اليمنى على السطر. بالنسبة للكاتا الميكيو، الموضوع اللي فيها حركة بداية الكاتا وتحريك اليدين مع النزول بوضع كيبا داتش. بالنسبة للكاتا الأونسو، حركات البداية للكاتا وتحريك القدمين بحركة دائرية قبل وضع نكواشي داتشي، ثم حركة اليدين دفاع مزدوج كيتو أوكي وضرب لأسفل. ده بالنسبة للصفحة دي. نيجي للصفحة اللي بعد كده ونستكمل اللي هو موضع الحركة بتاع الأنسو اللي هي إيبون نيكوتي اللي هي الضرب باليد، حركات نهاية الكاتا بعد القفزة مباشرة وأخذ الدفاعات الدائرية والضرب بهما اللي هي نهاية الأنسو تايشو زوكي مع تحريك الرجلين بوضع سانشين داتشي. النقطة اللي بعد كده في الكاتا جوجوشي هوداي، حركات بداية الكاتا وتحريك اليدين بالدفاعات مع الرجلين في نفس التوقيت، والحركة المميزة للكاتا اللي هي طبعا حركة بتميز الكاتا جوجوشي هوداي كيتو أوكي من وضعية الرجل نيكواشي داتشي، وحركات منتصف الكاتا ونهايات الكاتا.
طبعا انا بذكر جميع المواضع الحركيه بالكتات يعني. النقطة اللي بعد كده كاتا جو جو شي هو شو، بدايات الكاتا والمنتصف ونهايات الكاتا، نفس زي جو جو شو داي بنفس الطريقة بنفس المواضع تقريبا. النقطة اللي بعد كده، وبعد توضيح كل هذه المواضع الحركية البطيئة في الكاتات والتي تحتاج لتدريب مستمر وتكرارات عديدة لإتقان هذه الحركات وتأديتها على أكمل وجه، يتضح لنا مدى أهمية عملية التوافق العضلي العصبي للاعبي الكاتا على وجه الخصوص لإتقان هذه التدريبات والمهارات الحركية وهذه التدريبات المستمرة. وهذه التدريبات المستمرة تساعد كثيرا على الارتقاء بمستوى اللاعب المهاري، وتساهم بشكل كبير في تحسين أداء الجهازين العضلي والعصبي معا من خلال التنشيط الدائم للعمليات العصبية داخل المخ. ونستطيع الربط بين هذا الكلام إجمالا من خلال هذه النقاط الهامة، وهي مدى احتياج لاعب الكاتا لعملية التوافق لأداء الحركات الصعبة والمركبة بالكاتات، وأن التدريب على التمرينات السابق ذكرها يساعد على 1- تنمية عملية التركيز والانتباه، 2- تنمية القدرة على التصور الحركي بالذاكرة، 3- تنمي الإحساس الدقيق بالإيقاع الحركي أثناء الأداء، 4- تنمي الإدراك الحسي بالزمن والمسافة والقوة والدورانات والاتزان أثناء الأداء. وفي نهاية حلقة النهاردة وبعد الشرح والتطبيق لأغلب المواضع الحركية اللي أنا اتكلمت عنها في الكتات اللي فيها توافق عضلي عصبي واللي أديتها كلها بقدر استطاعتي، واللي كان من خلال الشرح والتفصيل لكل حركة على حدة يتضح لينا مدى صعوبة الحركات المركبة في الكتات اللي فيها توافق عضلي عصبي واللي بتعمل دمج فيها لحركات اليدين مع حركات الرجلين في أداء واحد بطيء وكله بيتوقف في زمن واحد. دي من أصعب الحلقات ومن أصعب التدريبات اللي ممكن تواجه لاعب الكاتا البطل اللي بيحاول يرتقي بمستواه، فلا بد أن يهتم اهتمام شديد بموضوع التوافق العضلي العصبي، والمدرب يوجهه باستمرار للتدريب على المواضع الحركية دي بصفة مستديمة لغاية ما يتم إتقانها بفضل الله. وبتمنى أن تكون الحلقة دي عجبتكم، ونتواصل مع بعض دايما بالخير. مع خالص تحياتي، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.